أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. شكرا سعد وحمد، متواصلين أيها الأخوة الأعزاء مع انطلاقة الشوط الثاني. وبداية أهنئ سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على انتزاع الأشواط الأولى المسائية في هذا اليوم من خلال الدوحة والفاتن، فتهانينا لسعادة الشيخ القعقاع والتهاني أيضا لسالم بن فاران المري. أيها الأخوة الكرام، المقدمة مباشرة مع مصيحة المملوكة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني. أول كيلو متر ينقضي من مسافة الأربعة كيلومترات التي سيتحدد بعدها المصير، مصير سيدة الموقف لهذا الشوط الحساس، وجميع أشواطنا حساسة في هذا المساء. النقلة والدور، دور المركز الثاني الشبلة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التضمير مع راشد بن بخيت بن مقارح، ونقلة إلى المركز الثالث من بدأت تنطلق وتتسلل. يا سلام، المركز الثالث شيمة حمد بن سالم بوشقلة، وغيرت وانطلقت إلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات مصيحة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، التضمير مع عبد الرحمن الكبيسي، وتليها في المركز الثالث اللي من الجانب الآخر الشبلة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات، التضمير مع راشد بن بخيت بن مقارح، ووصلت في هذه اللحظات شقرة لمحمد بن علي بن جرحب. يا سلام يا شقرة، وتبغي لها مراقبة. النقلة والدور، دور المركز الخامس من أخذت تتسلل في هذه اللحظات، شعار الضيفة من الإمارات من انطلقت في هذه اللحظات. المسك لسعادة الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، التضمير مع عمدة المضمرين عبيد بن شينان، وتنتصف المسافة في هذه اللحظات. أيها الأخوة الكرام، مشاهدين الأعزاء وعبر الهواء مباشرة، ما زالت المقدمة تحت خف أقدام شيمة. يا سلام يا أبو شقلة، يا سلام يا هذا الانطلاق ويا هذه المشاركة القوية، يا سلام في الأشواط المفتوحة. ما زالت شيمة حمد بن سالم بوشقلة تقود المسيرة، وانطلاقتها ممتازة رغم الرياح العكسية القوية التي ربما تحد من التوقيت الزمني في هذه الليلة، إلا أن شيمة تنطلق عكس التيارات الهوائية. النقلة والدور، دور المركز الثاني. يا سلام يا الشبلة، وصلت الشبلة لهجن الرئاسة، وأيضا ارصد يا مصورنا المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات شعار الدوحة وشعار أيضا الفاتن، وصل في هذه اللحظات على ظهر سلام، يصل على ظهر سلام في ثالث المراكز، وتنطلق سلام، وأيضا تريد المركز الأول وتريد نقطة هذا الشوط أيضا لهذا الشعار. سلام تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير مع الذهبي سالم بن فران المري، ونقله إلى المسك في رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بن شينان في التضمير، وخامس المراكز من تنقض في هذه اللحظات. ارصد يا الحمادي الدخول، دخول دخول على خامس المراكز، اول نداء للظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام يا الظبي، يا سلام يا الظبي، تنطلق في ثالث المراكز في هذه اللحظات، ولكن طارت الجداع وغيرت المقدمة، انطلقت المسك. الله، يا سلام يا المسك، يا سلام يا المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، الكيلو الأخير اللي ما بعده كيلو، يا كيلو ما بعده كيلو. يا سلام يا المسك، يا سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عبيد بن شينان مركز، مركز أبو حمد، كل التركيز في هذا الشوط. يا سلام، النقلة والدور، دور المركز الثاني الشبلة لهجن الرئاسة، وثالث المراكز، وصلت الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. 700 متر أخيرة، وما زالت أيها الأخوة المسك هي صاحبة الشوط، وأعلن بن شينان الانطلاق. شرد بن شينان، شرد في هذا الشوط، انطلق. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 يا العمدة، الله يا العمدة لسعادة الظبي. تنطلق أو المسك مشاهدين الأعزاء، المسك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وانطلاقتها صاروخية وانطلاقتها فالوذية. ما شاء الله تبارك الله، تهانينا تهانينا والناموس من الثلاثمائة متر الأخيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد
بن سعيد المكتوم على هذا الفوز المستحق وانطلاقة ممتازة 100 متر أخيرة. تهانينا يا عمدة المضمرين، مشكور يا العمدة على هذا الأداء الممتاز وعلى هذا التضمير الممتاز. خط النهاية يرحب بهذا القدوم الميمون، لحظات الوصول، تهانينا والناموس المركز الثاني الظبي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، الثاني المركز الثالث الشبلة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، المركز الرابع الدوحة حمد بن حسين البريدي، بينما خامس المراكز عند ملحان بن راشد بن حبيبة المري. هذه أيها الأخوة الكرام الخمس المتقدمة الأولى أذعناها على مسامعكم وعبر الهواء مباشرة. تهانينا والناموس لكل الفائزين. تشاهدون على الشاشة لحظات اقتراب المسك من خط النهاية، الناموس كما تشاهدون من ميدان الشحانية على شاشة التلفزيون. تهانينا والناموس قطعت المسافة في 6 دقائق 31 ثانية و9، انتظر لحظات وصولها، 6 دقائق 32 ثانية. إذن 6 دقائق 32 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنية موصولة لعبيد بن شينان المركز الثاني. وتشاهدون على الكادر الآخر انطلاقة الشوط الرابع لإجداع قعدان المركز الثاني الظبي، قطعت المسافة في 6 دقائق 35 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا لسالم بن فاران.